أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من سائل يقول: هل يشترط وجود نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ هذا في جمع التقديم. نعم قالوا يشترط، وأما في جمع التأخير فلا يشترط هذا، والصحيح أنه لا يشترط في الحالتين. فلو أنه صلى الأولى ثم بدا له أن يجمع فلا مانع، ما دام لم يفت الوقت، يعني لم يفت وقت الجمع. نعم.